احنا في ازمه ما يعلم بها الا ربنا، فما نزودش على بعض، يعني نحاول كده ايه نبقى واقفين جنب بعض اكتر شويه، لان احنا كلنا تعبانين فعلا. قبل كده احنا كنا في 2017 نزلنا شهاده ل 20%، طبعا عشان كان التضخم وصل لارقام مرتفعه، وبالتالي الشهاده دي عشان جاذبه لودائع المصريين وعشان تعالج التضخم، والتضخم كان وصل فعلا تجاوز لحاجه 30% ونزل لغايه ما وصل 6-7%. رفع النهارده العوائد على شهادات الادخار ب 25% هيؤثر قطعا على قطاع الاستثمار وقطاع العقارات، وهيحصل انكماش، وهم معتقدين الحكومه على ده اعتقاد خاطئ وبشده، انه الناس معاها فلوس وبالتالي هتسحب. لا، احنا عندنا يعني تضخم بشكل في كساد، يعني كساد تضخمي، وليس احنا عندنا ان انت بتسحب مبالغ من السوق عشان تخفف من حده زياده الاسعار. هذا الامر غير موجود، دي فرضيه غير موجوده اصلا. كله كساد، والكساد ده هيؤدي الى مزيد من الانكماش، هيؤدي الى مزيد من ارتفاع الاسعار، وفي دايره مفرغه لا تنتهي. تشتري النهارده مش عارفه حاجه ب 10 جنيه تلاقيها تاني يوم ب 20 جنيه، يا جماعه حرام حرام بجد. تقول لي تقول لي